فالآخر احنا يكابر حتى فهموا بقول لا خلاص يعني. انا اقول لحكومه البحرين واقول للمدارس البحرين، اذا كنتم جادين هذه المره وصادقين وتريدون استقرارا دائما وتريدون فعلا تفاهم مع شعب البحرين الذي قدم التضحيات وعانوا كثير على مدى عشرات السنوات، فجزء من هذا الصدق يكمن في إزالة رئيس الوزراء عشان يكون صدقين، ويكون أيضا من الآن الكلام على كتابة الدستور الديمقراطي. إذا تكلمنا بس عن إطلاق سراح معتقلين فقط وتمنون عليهم هذا، وتكلمتوا عن الدينار لكل مواطن، فهذا معناه أنكم أيضا على نفس الطريقة السابقة تريدون أن تحتالوا وترتفعوا على شأن البحرين. لذلك أنا أحذر الحكومة من هذا التصرف، وأحذر أيضا النظام من أن يتخذ أي حماقات واستخدام الجانب الأمني المفرط، ولو سقط أي شهيد اليوم في البحرين فهذا ينبغي أن يكون أن يرفع من سقف المطالب، وتتحول المطالب من مطالب تطالب بإصلاحات حقيقية إلى مطالب بتغيير النظام.